قبل الشروحات لازم في نقطة ضرورية تفهموها. الآن الإنسان عنده رجلين صح؟ هذول باعتبار عمودين بيعتمد عليهم للتوازن. لو سحبنا واحد مثلا ارفع كابتن رجل واحدة، رفع رجل واحدة دفعته بقى بسرعة، سحبته بقى بسرعة، ضربته بقى بسرعة، لو عملت فيها تمام. فإحنا اعتمادنا كله بالحركات اللي هي الكنس أو الأشبراي، إنه واحد أزيح واحد من العمودين اللي موجودات بسهل علي إني أسقطه، إني أضربه، إني أدي أي حركة وهو بصعب عليه يسوي أي تكنيك. فهذا اللي بدك تتعلمه معي، كيف إني أكنس رجل خصمي أشبراي، إني أشيله وأدفعه بهذا الشكل أرميه تمام. هاي الضربة إلى عدة أشكال كيف أستخدمها بطريقة فنية عالية وتؤدي نتيجة ممتازة. تابعنا، لايك واشترك فنا، يلا بينا. السلام عليكم. السلام عليكم. في قتال الشوارع ممكن استخدم شغله بسموه اشبراي في الياباني او انه كنس زي ما بسموه بعض الرياضات في العربي. الان خصمي لو كان قبالي قمه اداء الحركه بتكون لما يكون غافل عن الحركه، بمعنى دخلت مثلا دفعت فوق هون هوب دفعته هون، فالحركه النتيجه بدها تيجي من هون بهذا الشكل. شوف دفعت كيف اللي بشوت كره ممكن تيجي بشكلين، اما من هون ودفع لقدام من هون او من هون بهذا الشكل دفع تمام. يعني من هون اوكي خليك متوازن شوي، هون هي دفع بهذا الشكل اوكي. طيب اول شكل ممكن استخدمه، شوف في الماسك انا مسكت هون، خلينا في هالجهه حلقه في اليمين مثلا صار بينه وبينه مشكله، مسكته فوق او دفعت وجهه، واحد اثنين سحبت وقع ضربته اوكي. مره ثانيه ايش سويت انا؟ واحد مسكت، طبعا هاي لو بدي اركبها بضرب لكمة او دفعة في الوجه بمسك كتفه. الان سحبتي لهون لعندي ماشي، والرجل عكس لازم يكون بتوقيت واحد. شوف سحب وضرب، سحب وضرب، ما اجي بتوقيت واحد ضربة ضعيفة. شغلة ثانية، في ناس ممكن يسوي بهذا الشكل ويدفع لهناك. طب ممكن هو بعيد عنك؟ لا ما رح يقع. الاداء تبعها صحيح، لو سحبت لعندي حيختل توازنه اللي هي لجهة ظهره مش لهناك. لو دفعته هيك رح يرجع عادي، ايوه توازن. فانا بسحبه علي اوكي، بسحبه علي واحد، انا ضربت واحد اثنين سحبت هوب كملت عليه. طيب بس عشان كمان اضافه سريعه، لما انا بسوي من هون شفته قاعد مثلا انه توازن برفع رجلي بزياده ماشي، توازن برفع رجلي بزياده، هاي اول شكل من تحت الكنس. شكل ثاني ممكن اسوي مسك عكس، مثلا مسكت هون شوف سحب كوشيغري بسموه في الياباني، واحد سحب من هون مع الكتف، شوف سحبتي بهذا الشكل، سحبت عكس واحد سحبت وقع عندي كملت عليه اوكي. نفس الشيء ايدي وين بتروح؟ من هون هيك، لو دفعت له هناك ما راح يسقط، سحبه رميه اوكي. انا برميه بخليه قريب علي على اساس اقدر اكمل عليه اني اضربه الى اخره، لو رميته بعيد راح تكون يعني ممكن تكون حركه ضدي اوكي، السيطره علي تمام. هاي كمان شكل. شكل ثالث منها انه مثلا انا هون واحد يمسكني، امسك مسكت من هون شوف واحد اسحب اسحب وادفع، بس صارت وين برجلي دوف 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 ضغطت هون الى اخره اوكي. اذا الشكل الثالث بس عشان تفهموه، شوف في الغالب هيك مثلا بمسك، او حتى لو كنت واقف هيك وقف زيي، شوف حدخل لجوا، ادخل لجوا وادفع مع سحبه الرجل، سحبه الرجل ارتفعت لفوق حتكون صعبه شوي. أيوة. نزلت هوب يبغى صراع، حيقع غصب عنه وسب رضا. ايوه خلال توازن عرضي. شو انا سويت فعليا؟ واحد شوف رجلي سحب ودافع، سحب ودافع حيسقط معي. طيب ممكن تكون كسر، يعني مثلا واحد بحكي معي ما راح اضرب، ما راح اضربها لانه هي لازم مواقي تكون كويسه، لانه هالضربه كثير مؤذيه. الكسر ممكن لو اضرب انا بضربها هون شوف هون المنطقه هاي، او على المستوى العظمي هاي هونك، لو بدي اضربها شوف مثلا بحكي معه رحت واحد زي شوطه الكره، من وين بجيبها؟ ممكن تيجي من هون، ممكن اجيبها من هون، ممكن اجيبها من هون، يعني واحد فوف ضرب واحدة، إذا ما انكسر راح يبدأ يتألم على طول كدمه. ايوه حيرفع رجله في الوقت والحل، ما فيهاش كلام، مش راح يقدر يتوازن كويس، راح يصير عنده مشكله انه يدعس على رجله. استحاله، وبهذا الشكل حتى لو بده يقاتل ما راح يقدر اوكي. هيعمل كده. ايوه فالضربه ممكن اجيبها من هون، ظهر رجل ممكن اجيبها من هون هوب بهذا الشكل اذا رجله قويه، او تيجي من هون اذا كنت لابس حذاء قوي، من هون شوف المنطقه اللي بتصيب الارض اوكي، اللي هي بطن الرجل، واح هوب
فربته من هون بهذا الشكل. وصلت كيف؟ طيب كمان شغله، انا لو مثلا صار مثلا قاعد بحكي الى اخره، ايوه شوف مسكته بس اسحب رجله سريع. ما حكيت له على الحركه، ما في مشكله. ايش سوينا؟ طيب انا ايش قاعد بحكي الى اخره، مسكت سحبت هون هيك، تمام. انا مسكته من هون، السحبه حينزل لو ما فقد، يعني لو ما مثلا ما سقط معي دفعه واحده بيسقط، ما بدي اسقطه بوف تحت الحزام، تحت الحزام بما انه فاتح رجله. طيب نفس الشيء من هون، لو مثلا انا بدي بس اكمل عليه، انا مسكته من هون صح، ثبته توب كوعي توب وقع اقل لمسه فيه اقل لمسه. ففي كثير اشكال، في شكل اخر لو انا بدي استخدمه كمان، اجى مثلا قاعد بحكي معي مسكته من هون، شوف من هون سحبت و ضرب هون، هون هي دفع السحبه مع الدفعه من هون حيقع غصب عنه، اوكي؟ حيقع غصب عنه لو ارمي. ففي لها كثير اشكال، في اشكال صعبه شوي للمحترفين، بس هذيك ما راح اذكرها لانها بدها واحد يكون فاهم كثير في، يعني بيلعب قتالات كثير على اساس مثلا انه يضرب رجل يدخل يسحب سريع، طبعا هاي بدها شوي يعني مستوى اعلى، فما راح نذكرك اياها، احنا بنعطيكم الاشياء البسيطه جدا. طبعا اذا عندك اي فكره اخرى اترك لي اسفل الفيديو، واحنا بخدمه الجميع. لايك واشتراك قناه، صلى على الحبيب. السلام عليكم. السلام عليكم. نشكرك على دعمك المادي للقناة عبر باي بال أو باتريون، ونتمنى أن تنشر الفيديوهات لكل أصدقائك. بدعمكم نستمر.